كمان البيت يا شباب. الناس بتطول وين وانا عشرت ناس كتير، الناس زي القماش فالفرق مش كبير، في اللي سادة ساكت دايما سره جوا بير، في الزيادة دماغه طاقة في الأشكال خبير، في القطيفة ناعم زي الحرير، في المهتم بكل تفصيلة بس من نفخة يطير، في اللي قافش خلقه ضيق دايما جد الجد، في اللي قلبه كبير يستحمل أي حد، تبقى ماشي على الموضة والهادي جوا الأوضة والقطع على الكل ما يتعلمش عليه. صح ولا ايه؟ وان مور بقى بالهز. طب جرب كده اقعد مربع قدام الترابيزه، حط البتاع دي على كتفك، جربي كده حط رجلي على رجلي. Three, two, one, and fake it!